بسم الله الرحمن الرحيم. راح نحكي في هذا الفيديو عن فحص الفوسفورس. بالنسبة يا جماعة لفحص الفوسفورس، هو برضو فحص كوليمتريك، هو فحص بعيد مرة تانية، فحص كوليمتريك زي ما انتو شايفين. طبعا كالعادة الكيت نفسه يعني كاتب لك اول اشي الانترودكشن للبرنسبل، كاتب لك طبعا انه الانورجانيك فوسفورس او الفوسفورس مهم، ومنقيسه دائما في الهيومن سيرم بشكل اساسي، ممكن كمان نقيسه في البلازما، ممكن نقيسه باليورين. كاتب لك انه الطريقة او التفاعل اللي بيعتمد عليه هو تكوين مادة اسمها فوسفو ميلوبيدات كومبلكس، وكل ما كان طبعا تركيز المادة هذه أكتر معناته بيكون عندي كمية الفوسفورس في العين أكتر. طبعا رح أكيد يكون مكونات الرياجنت زي ما أنتوا شايفينها تضمن أنه يصير عندي التفاعلات اللي أنا بدي إياها، وحتى نوصل للمادة اللي أنا بقدر أقيس الأبزوربنس تبعها على السبكتروفوتوميتر. طبعا كل ما كانت طبعا شدة الكلر أكتر، كل ما كانت هذا بحكي لك أنه هذه المايلوميلوبيدات بتعمل لون أزرق، كل ما كانت شدة اللون الأزرق أكتر معناته كمية الفوسفورس الموجودة عندي ايش لونها اكتر. طبعا زي ما انتو شايفين عندي هون مكونات الرياجنت فيها كل الاشياء اللي انا بحتاجها. طيب بدك تيجي تحكي لي مس هل الرياجنت ريدي تو يوز؟ هيك كاتب لك اول رياجنت ار سبلايد ريدي تو يوز، يعني ما في اشي انا بدي احضره، ما في اشي انا بدي احضره. انواع العينات اللي انا ممكن استخدمها، هلا انت ممكن تستخدم السيرم ما في مشكله. بحكي لك يستحسن لفحص الفوسفورس انه يكون المريض صايم. ليش؟ لانه اذا كان المريض ماكل هلا وجبه غذائيه ممكن ينزل تركيز الفوسفورس عنده بشكل طبيعي، لانه رح يفوت الفوسفورس في تصنيع الاي تي بي اللي او في تكوين الاي تي بي اللي رح يساعد في هضم الطعام، وهذا الاشي طبعا رح ياثر على النتيجه. فدائما لازم يفضل انه الانسان يكون عندنا صايم، يفضل يعني، بس اذا اضطرينا طبعا يعني مش انه شرط اساسي، مش انه شرط اساسي. طيب هل ممكن استخدم بلازما؟ نعم، بس فقط المسموح فيه مين هو الهيبارين، فقط المسموح فيه مين الهيبارين. باقي الانواع من الانتيكواجلانت ممكن تاثر عندك على القراءه. طيب هل ممكن يمس افحص اليورين؟ نعم ممكن انك تفحص اليورين او تفحص نسبة الفوسفوراس في اليورين، ممكن انك تفحص نسبة الفوسفوراس في اليورين. طبعا غير انه ممكن طبعا تستخدم عينة اليورين. نروح على البروسيجر. البروسيجر كتير كتير بسيط، بحكي لك بدك تجيب عندك 3 تيست تيوب، تمام، عندك بلانك ستاندرد سامبل، بدك تحط في كل واحد نص مل من رياجنت 1 نص مل من رياجنت 2. بعدين طبعا بالتيوب الستاندرد بدك تحط 50 مايكروليتر، بدك تحط 50 مايكروليتر من الستاندرد. بتيوب السامبل بدك تحط 50 مايكروليتر من السامبل، وطبعا البلانك ما راح تحط اشي. طيب مس قديش تركيز الستاندرد؟ تركيز الستاندرد هي فوسفورس ستاندرد تركيزه 5، تركيزه 5 ملي جرام بير ديسيليتر. معناته شو بدي اعمل؟ لو بدي اجي على بروسيجر الفوسفورس راح اجيب 3 تيوبات، في عندي بلانك ستاندرد وسامبل. هلا باجي بحكي هون بده يكون عندي 500 مايكرو، ما هي النص مل تساوي 500 مايكرو من ريجنت 1 زائد 500 مايكرو من ريجنت 2. بده يكون عندي هون نفس الاشي 500 مايكرو من ريجنت 1 زائد 500 مايكرو من ريجنت 2. بدي يكون عندي زائد طبعا 50 مايكروليتر اوف ستاندرد اللي هو طبعا حكينا تركيزه 5. نيجي هنا 500 مايكروليتر اوف ريجنت 1 زائد 500 مايكروليتر اوف ريجنت 2 زائد 50 مايكروليتر اوف سامبل. طيب بعد ما حطيناهم كليتهم بحكي لك
بحكي لك ميكس اند انكوبيت 15 دقيقه على درجه حراره الغرفه من 20 ل 45، يعني على درجه حراره الغرفه. بعدين بدك تقرا الابزوربنس للسامبل وللستاندرد، وطبعا بعد التصفير على البلانك، وبتطبق على القانون تبعنا مباشره. ما في عندي ايتها مشكله، ما في عندي ايتها مشكله. وطبعا ستاندرد كونسنتريشن قديش هو؟ 5. فمعناته مثلا على نفس القانون طبعا بدك تستنى انكيوبات من 15 ل 20، 15 دقيقة صح؟ 15 منت تمام، at room temperature، وبعدين طبعا على السبيكترو، على السبيكترو. طيب رح نيجي على الحسابات، على الكالكوليشن، وانا معلش عم بعيد يعني في كل فحص حتى انك تثبت عندك المعلومة. فرضا الابزوربنس للسامبل افرضوا انها مثلا 2 بالعشرة، الابزوربنس الستاندرد افرضوا انها 1 بالعشرة. تمام، الكونسنتريشن طبعا للستاندرد زي ما حكينا يساوي 5. طيب قديش الكونسنتريشن للسامبل؟ يساوي 2 بالعشرة على 1 بالعشرة ضرب 5. قديش بطلع الجواب؟ طبعا 2 على 1 رح تطلع 2، الفاصل رح تروح مع الفاصل رح تطلع 2، 2 في 5 رح يطلع عندك 10 ملغرام بير ديسيليتر. طيب خلينا نشوف انا وياكم متى رح اضطر اني اعمل ديليوشن، اذا في اني اعمل ديليوشن. طبعا هنا مش مكتوب تحتها، هاي بحكي لك the assay is linear up to 4 ملغرام بير ديسيليتر، معناه 14. هلا اذا كانت فوق ال 14 بدك تضطر تعمل ديليوشن. قديش يا مس الديليوشن؟ بدك بحكي لك اعمل ديليوشن زي ما بدك، واضرب بالديليوشن فاكتور. ممكن تعمل ديليوشن 1 ل 2 وتضرب ب2. طب يا مس شو بالنسبه للحسبه باليورين؟ نفس الشيء، سامبل على ستاندرد ضرب 5 اللي هو كونسنتريشن السامبل على العشرة اللي هو الفاكتور تبعنا على العشرة، فبيطلع معك طبعا تركيز الان اورجانيك فوسفورس. طيب قديش الاشي الطبيعي؟ الاشي الطبيعي انه الاطفال تحت السنتين بين 4.5 والهاد، مش لازم تحفظ للاطفال تحت السنتين، احفظ للاطفال من 4.5 ل 5.5، والادلت من 2.5 ل 5، والادلت من 2.5 ل 5. طبعا واليورين من 4 بالعشرة ل1.3، من 4 بالعشرة ل1.3. طيب تعالوا نيجي نشوف انا وياكم ايش الصفحه الثانيه فيها. فيها السنسيتيفيتي للفحص، يعني قديش حساسيه الفحص 3 بالعشرة. يعني شوفوا بيقدر يكتشف قديش تركيز الفوسفورس حتى لو كانت 3 بالعشرة، يعني هو فحص كتير دقيق. هل في عندي انترفيرنسينج سبستانسز؟ البلوروبين ما بيأثر. الهيموليسيز طبعا بيحكي لك افويد هيموليسيز، لانه الهيموليسيز ممكن يعطيك قراءه عاليه، لانه ممكن يطلع من او يزيد من الفوسفورس اللي بتكون جوات الار بي سيز، فبدنا ندير بالنا من الهيموليسيز. الانتيكواجولانت حكينا فقط مسموح لنا نستخدم مين؟ الهيبارين، والباقي الاشياء بدنا نتجنبها. في بعض الدراجز اللي لازم كمان نتجنبها. بالنسبة لهم كاتب لك وارنينج انه طبعا الان اورجانيك فوسفورس استخدم على عينات من خارج الجسم ان فيترو، ممنوع استخدمها على عينات. هذا بدنا ندير بالنا انه الرياجنت ممكن يكون ممكن يعمل لي مشاكل في السكن، يعني افويد كونتاكت وذ سكن، لانه ممكن يكون حارق للسكن. بس هاي يعني اهم المعلومات يا جماعة اللي بتخص الفوسفورس. بتمنى اني اكون وصلت لكم الفكرة بصورة كويسة. يعطيكم الف عافية.